كثير عندما أسأل أحدا من الناس ما اسمك؟ يقول لي فلان فلان، مثلاً عبد الله سعيد أو نحو هذا، فأسألهم ما هو المكتوب في جوازك؟ نحن رسميا هنا في بلدنا رسميا لابد أن تكون كلمة ابن موجودة أو كلمة بنت موجودة، هذا أمر لابد منه، وهذا تشريع قرآني، لأن القرآن تشريع تعبيري كما أنه تشريع عملي وتطبيقي، هو تشريع تعبيري، وكذلك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هم فرض عليهم من ناحية رسمية أن يستعملوا كلمة ابن، ولكن لا يستعملونها، يريدون أن يقلدوا جورج بوش وتوني بلير هكذا، بدلا من أن يتبعوا أولا التشريع القرآني. الله تعالى قال عيسى ابن مريم ولم يقل عيسى مريم، قال عيسى ابن مريم ولم يقل عيسى مريم، وقال الله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران، ما قال ومريم عمران، هذا تشريع تعبيري قرآني. ثم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نختدي به، ما الذي نقول فيه عندما نذكره؟ هل نقول محمد عبد الله أو نقول محمد بن عبد الله؟ فنحن أولى باتباع من؟ هل نتبع توني بلير وجورج بوش، أو نتبع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ونتبع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقال في أحد فلان بن فلان بن فلان؟ إنما هذه انتكاسة أصابت هذه الأمة. نجد شخصا بمظهر إسلامي وبهيئة إسلامية وبسمت إسلامي، ولكن عندما يسأل عن ابنه بسبب التأثير العميق في النفوس يحاول أن يقلد الآخرين، هذه انتكاسة. وإن رآها كثير من الناس بأن قضية بسيطة، ولكن هي حقيقة ضاربة بجذورها في عمق في 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 عمق حياة الأمة، لأنهم لولا الانتكاسة التي أصابت الأمة لما كانوا كذلك. مع أن ذكر الأسماء هكذا بدون توصيت كلمة ابن بين ولد ووالده يؤدي إلى الارتباك في كثير من القضايا، لأن قد تكون هناك أسماء مركبة، وقد تكون هناك أسماء تلي الأسماء ألقاب، يأتي اللقب بعد الاسم، فلا يدري الإنسان هل هذا الاسم اسم مركب أو هو اسم ولقب أو هو اسم والد وولد، لا يدري الإنسان. فإذا إزالة الشبهات والاستمساك بحبل الله تعالى واتباع النهج الصحيح باتباع التعبير القرآني، الناس فرطوا في هذا. كذلك لو جئنا إلى التاريخ، كثير من الناس لا يكادون يعرفون التاريخ الهجري، ومن عجائب الأمور أن رجلا مسلما جاءني في شهر شعبان قبل نحو 3 سنوات أو 4 سنوات، قال لي حج في أي عام في أي شهر؟ قلت له في شهر ذي الحجة. قال ومتى يكون هو؟ قلت له يكون هو أول شهور السنة. فقال لي لكن متى؟ قلت الآن نحن في شهر شعبان، وبعد شعبان يأتي رمضان، وبعد رمضان يأتي شوال، وبعد شوال ذو القعدة، وبعد ذو القعدة شهر ذي الحجة. هذا كل ما وعاه وما فهم، ما استطاع أن يعرف كيف متى في أي شهر يكون. كل ذلك لأجل بعد الناس عن التاريخ الإسلامي والارتباط بالتشريع القرآني. هذا تشريع قرآني، الله سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ذلك الدين القيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم. أين الأشهر الحرم في هذه الأشهر التي يعولون عليها ويرتبطون بمواقيتها؟ أين الأشهر الحرم في هذه الأشهر؟ والله تعالى يقول ذلك الدين القيم، ثم يقول ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولكن الناس يعتبرون التمسك بالتاريخ الهجري وبالأشهر القمرية
مظهر من مظاهر التخلف والرجعية، ولذلك يربؤون بأنفسهم عن هذا، ولا يدرون أنهم إنما ينزلون بهذا إلى الحضيض. ذلك لأن هذا التاريخ أولا يرتبط بمواقيت الدين جميعا، لأن الله تعالى شرع الصيام في شهر من هذه الشهور، وشرع الحج في هذه الشهور. الأحرام بالحج له مواقيت معينة من هذه الشهور، والزكاة مرتبطة بهذه الشهور، وعدد النساء مرتبطة بهذه الشهور، والمعاملات الشرعية كلها مرتبطة بهذه الشهور. فإذا هذه الشهور مرتبطة بعقيدتنا وبديننا، ثم مع هذا دورانها وتأريخها مرتبط بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعني ميلادا لهذه الأمة. فلو كانت الأمة على بال وعلى فهم ووعي لأدركت أن عزتها في ارتباطها بتأريخ ميلادها، لأنها ولدت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الناس كانوا يعني المسلمين كانوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا موزعين ولم يكونوا يشكلون أمة، إنما ولدت الأمة بهذه الهجرة. فهذه من جملة القضايا التي انتكس الناس فيها، وقس على ذلك أمثالها. فالناس دائما يعظمون ما يعظمه العدو، ولا يرون أن عظمة الأمور بمقدار ما لها من آثار في تزكية النفوس وفي الارتباط بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الارتباط بتأريخ هذه الأمور.